فيكم في مكان جديد. هاي عبارة عن أقدم طريقة لقطع الجسر بين أوتوا وجاتينو. خليكم معنا عشان أورجيكم شو هذا السر الموجود في أوتوا. هذا المكان هو عبارة عن العبارة اللي بتروح بين أوتوا وجاتينو. طبعا هذه تعتبر أحد أقدم الطرق اللي كانوا يروحوا فيها من أوتوا وجاتينو. زي ما شفتوا السيارة دخلت بيستنوا في وقت، السعر $10 للسيارة وبيقطعوا لأنه ما في جسر قريب من هون. فهذه أفضل وأسرع طريقة أنك ممكن تروحوا فيها على جاتينو من الشرق تبع أوتوا اللي هو كامبرلاند. بالشتاء طبعا هذا النهر اللي شايفينه قدامنا بتجمد، فبالتالي صعب جدا انك تدخل او تمشي هذه العبارة او هذه القاطرة، فبوقف هذا الشغل. زي ما انتم شايفين هاي في واحدة تانية جاي من غاد، هذه اللي قدامنا اللي غاد هاي كيبيك، هاي مدينة جاتينو، واحنا الان في منطقة أوتوا كامبرلاند أنتاريو. طلعت بسيارة واحدة لأنه الوقت، ولا حتيجي واحدة تانية. طبعا هذا المكان مش كل اهل أوتوا بيعرفوه، خاصة اللي جايين جداد، لكنه مشهور كتير بالنسبة للكنديين ومعروف وسهل جدا لانه بوفر كتير وقت وحتى بنزين. يعني اقرب جسر لهون يمكن في 15 كيلو. هاي السيارات فتح لهم وزي ما شايفين. زي ما انتم شايفين اذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع اصحابك.